نعم، اليوم دكتور غازي، الشيع السوداني يوجه أجهزة الدولة بملاحقة أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة العراقية. اليوم هل لدى الأجهزة الأمنية العراقية الوطنية قدرة على مواجهة هذه الميليشيات التي تأسدت أو استأسدت بشكل أو بآخر في العراق طوال العقود الماضية؟ نعم، هذا صحيح. يعني أعتقد المواجهة بين الفصائل وبين القوات المسلحة العراقية موضوع معقد جدا، لأن ننسى أن هذه الفصائل نفسها المسلحة اليوم التي تهاجم إسرائيل هي عدد كبير منها يساند الحكومة العراقية، وعدد منها موجود في تنظيمات الإطار التنسيقي الشيعي الداعم والمساند للحكومة العراقية. إذا لا يمكن فك الاشتباك بين هذه الفصائل وطبيعة أهدافها الاستراتيجية وسياساتها وأيضا مساندتها ودعمها للحكومة العراقية. هناك وزراء اثنين أيضا من هذه الفصائل موجودين في الحكومة العراقية، أيضا في مختلف مؤسسات الدولة، الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة، موجودة هذه التنظيمات للفصائل المسلحة وتلعب دور في رسم السياسات وغيرها من التفاصيل. إذن الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع الفصائل أنا أعتقد موضوع معقد جدا ويذهب بالعراق إلى حرب أهلية. المواجهة مع هذه الفصائل معنى ذلك المواجهة مع الحرس الثوري الإيراني، المواجهة مع إيران اللي تعتبر حليف وصديق للحكومة العراقية. إذن هذه الازدواجية في العلاقة بين الحكومة العراقية والفصائل من جهة وإيران والحرس الثوري والاتفاقات الأمنية مع إيران من جهة، وفي نفس الوقت الحكومة العراقية لديها علاقات تحالف وثيق استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي والتحالف الدولي لحرب الإرهاب. إذن هناك مجموعة من التناقضات في الواقع والعلاقات المعقدة والصعبة بين بغداد والفصائل من جهة وبغداد وواشنطن من جهة أخرى. احتمال كبير إذا تذهب إسرائيل إلى ضربة جراحية لقواعد القيادة، السيطرة، مصانع الأسلحة، مخازن الأسلحة الاستراتيجية لهذه الفصائل في العراق وحتى ممكن في سوريا أيضا، يعني تقوم إسرائيل بقصف هذه القواعد أو حتى في جنوب لبنان أو غيرها. لكن نعم دكتور غازي، معذرة على المقاطعة، ذكرت بأن خيار المواجهة مع هذه الفصائل من قبل الدولة العراقية لا يمكن بشكل أو بآخر وله أسبابه. إذن ما هي خيارات شيع السوداني الأخرى لربما تفادي أي مواجهة أو تفادي أي عدوان بمعنى أصح يستهدف العراق؟ يعني هو سيحاول الضغط على هذه الفصائل لمنعها من الاستمرار في قصف أهداف عسكرية في إسرائيل. السؤال الكبير، هل سينجح السيد السوداني في إقناع هذه الفصائل بالتخلي عن عقيدتها الجهادية وكفاحها المسلح ضد الاحتلال؟ يعني هنا تكمن شكوك كبيرة، وإذا رضغت فلن ترضخ لفترة طويلة، يعني ممكن تكتيكيا لفترة معينة، لكن عموما لن ترضخ، لأن يعني اليوم مرتبط كل هذا الموقف أيضا بالموقف الإيراني. هل تخلت إيران عن وحدة الساحات، المعركة، الحرب، المساندة؟ يعني وزير الدفاع الإيراني قبل أيام كان في سوريا، وأيضا شخصيات كبيرة الزور لبنان وتنسيق عالي المستوى. يعني ما زالت لحد الآن إيران لم تتراجع ولم تعترف بالهزيمة، على الرغم من أنها من الناحية العسكرية تعرضت إلى هزيمة كبرى في لبنان وهزيمة كبرى في غزة، كذلك في سوريا. يعني قصف الممرات، المعابر بين سوريا وبين لبنان، قصف الطرق، قصف المصانع الأسلحة الإيرانية اللي تغذي تسليح حزب الله، قواعد الأسلحة، قيادات كبيرة للحرس الثوري الإيراني في سوريا تم تصفيتها وفي لبنان تم تصفيتها. إذن المعركة ما زالت مستمرة، وأعتقد من الصعوبة
أن بعض الفصائل خصوصا، هناك فصائل سترضخ وتتعامل بمرونة مع السيد السوداني، لكن هناك فصائل لن ترضخ وستستمر بالقصف الصاروخي. هنا تخلق الإشكالية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كما أعلنت أنها لن تستطيع الضغط على إسرائيل أو منع إسرائيل من عدم توجيه ضربة إلى العراق. إذن اختلال المعادلة بين إسرائيل والعراق والفصائل ما زال قائم، واحتمالات الضربة العسكرية الإسرائيلية ما زالت قائمة. وأعتقد هذه فرصة إسرائيل بفعل حالة الضعف اليوم في غزة، في لبنان، في سوريا، وأيضا عدم قدرة العراق على مواجهة، يعني عدم في الدفاع الجوي. العراق اليوم ضعيف جدا، لا يمكن مواجهة أي طائرة أو صواريخ بصواريخ مضادة للطائرات أو للصواريخ، فبالتالي السماء العراقية مفتوحة وهي تحت تحكم القيادة العسكرية الأمريكية، وبالتالي القصف الإسرائيلي على العراق والذي سيستهدف على الأغلب الفصائل وليس مؤسسات والقاعدة الصناعية للعراق بصورة عامة، لأن العراق في الأساس غير معني، غير مسؤول مباشرة بهذه الحرب. هي حرب الفصائل، هي حرب إيران وحرب الحرس الثوري مع إسرائيل، وليست حرب الحكومة العراقية. العراق لم يتخذ قرار الحرب كما أشار السيد السوداني، وبالتالي قرار الحرب والسلم هو مرتبط بقرار من مجلس النواب العراقي وليس من جهة أخرى. مع ذلك، مع الأسف، المقاومة أو الفصائل المسلحة تعتبر نفسها أنها هي من ستتخذ أو تتخذ قرار السلم والحرب، لأنها مقاومة والحكومة العراقية هي حكومة احتلال، وبالتالي لا تمتلك شرعية اتخاذ قرار الحرب أو السلام. أيضا هنا نحن أمام مفارقة كبيرة وتناقض كبير في العلاقة بين الفصائل وبين الحكومة العراقية والسلطة التشريعية.